ساسيرو الملياردير البرازيلي معروف بقوته وضخمته وأمواله هائلة وعنده نفوذ قوية، يملك تجارة الأسلحة والبن وتجارة اللحوم في البرازيل، مسيطر على البرازيل بسيطرة كاملة. هذا طبعا سالفة قصة سابقة ومعروفة لدى البرازيل. أشغل نفسه، يعني يقول مقولة: إذا سقطت مني مليون دولار لا أنزل نفسي لها وضيع وقتي. يمشي وخليها. تخيلوا بعدين الإصابة خذوا بنته، خطفوها، عذبوها وخلوا تدمن المخدرات، وأشغل حياته وأشغل نفسه وتفرق إلى بحث عن بنته الوحيدة. بحث عنها تعب ولم يعثر عليها. سأل الناس ماكو فايدة، ومدير أعماله بهذه الفرصة وهذا من شغل، فسيطر على فلوسه وباقي فلوسه، حول كل شيء فلوسه، وأفقد هذا الرجل شخصيته ونفوذه وقوته كلها أفقدها. آخر شيء ظل مذلول مهانة، ينام بالشوارع بالطرقات، لا أكل لا رحمة لا شفاعة. شفتوا هذه الطقات، شفتوا الفلوس وش سوت، ما نفعت بكل شيء هذه الذلة والمهانة.